سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته. أضواء على الأحداث في هذا اليوم أبدأها من العراق، حيث دعا بابا الفاتيكان فرانسيس والمرجع الشيعي العراقي علي السيستاني القوى العظمى إلى تغليب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب وعدم التوسع في رعاية مصالحها الذاتية على حساب حقوق الشعوب. وشدد زعيمان الروحيان خلال لقائهما في مدينة النجف على دور الزعامات الدينية والروحية في تثبيت قيم التألف والتعايش السلمي والتضامن الإنساني. وعقب لقائه السيستاني توجه البابا إلى محافظة ذي قار جنوب العراق وأقام صلاة للأديان في مدينة أور الأثرية التاريخية التي تعتبر مسقط رأس نبي الله إبراهيم عليه السلام. في المقابل انتقدت قيادات دينية سنية إقصاء المرجعيات السنية من لقاء البابا وفي خلال هذه الزيارة. نتابع التقرير. تتجه أنظار العالم لليوم الثاني على التوالي نحو العراق الذي يشهد حدثا تاريخيا واستثنائيا بوجود البابا الفاتيكان فرانسيس على أراضيه في زيارة تشكل حدثا مفصليا بالنسبة للعراقيين. فمع إشراقة اليوم الثاني من زيارته التاريخية التقى بابا الفاتيكان فرانسيس في مدينة النجف مع المرجع الديني الشيعي علي السيستاني في لقاء وصف بالتاريخي بين الزعيمين. وخلال اللقاء الأول الذي جمع بينهما دعا بابا الفاتيكان والسيستاني القوى العظمى في العالم إلى تغليب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب وعدم التوسع في رعاية مصالحها الذاتية على حساب حقوق الشعوب. وشدد الزعيمان الروحيان على دور الزعامات الدينية في تثبيت قيم التآلف والتعايش السلمي والتضامن الإنساني في كل الأديان والمجتمعات. وعقب اللقاء الذي استمر 45 دقيقة توجه البابا إلى محطته الثانية في يومه الثاني إلى مدينة أور التاريخية والتي أكد من على أراضيها على براءة الأديان السماوية من ممارسات الإرهاب والتطرف والعنف. جاء ذلك في صلاة موحدة بين جميع الأديان. البابا ومنذ أن حط رحاله في العراق فاجأ القيادات بخطاب جريء وحازم حث فيه على وقف استعمال السلاح ومواجهة الفساد والمصالح الخاصة والحزبية والتوقف عن خدمة المصالح الخارجية على حساب العراقيين، ما بدا كأنه اتهامات مباشرة للطبقة السياسية الحاكمة والأحزاب والميليشيات التي أحكمت قبضتها على البلاد متناسية حقوق الأقليات. مشاهدينا للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من لندن دكتور مثنى عبد الله أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، كما أرحب بضيفي عبر سكايب من بغداد السيد علي عزيز أمين الناشط والإعلامي العراقي. لو بدأت معك دكتور مثنى عبد الله، ما هي الدلالة والرمزية التي يحملها اللقاء بين بابا الفاتيكان والمرجع الشيعي السيستاني؟ شكرا جزيلا أستاذ زياد على الدعوة وشكرا للجميع. أنا أعتقد بأنه هذه الرمزية هي تتمثل ب موضوعة الذي طرحها في السنوات الأخيرة هو ما يسمى بحوار الأديان والتقاء زعامات دينية بما تمثله باعتبار زعيم الفاتيكان يمثل معظم مسيحي العالم وكذلك المرجع الشيعي الأعلى في العراق يمثل الشيعة في العالم، يعني لا يمثل لهم جميعهم ولكن يمثل طبقة نسبة كبيرة جدا. هذا في الحقيقة الالتقاء ما بين هذا الزعيمين يعطي رسائل كثيرة إلى الواقع العراقي وإلى حتى إلى أتباعهم في جميع أنحاء العالم بأنه لا خلاف ما بين الزعامات الدينية ولا يوجد هنالك أي خلاف ما بين الرسالات الدينية على جميع الكرة الأرضية، لكنه يعطي في نفس الوقت مؤشرا على أنه ما موجود على أرض الواقع هو في الحقيقة هو ينافي كل قيم الأديان سواء المسيحيين أو المسلمين أو غيرهم من بقية الأديان. وهذا المأساة، هذه المأساة التي نشهدها في العالم أجمع وليس في العراق وحسب، وإنما مردها إلى فاعل سياسي وليس إلى، لا يمكن إرجاعها إلى موضوعة حروب ما بين الأديان وصفحات دينية. طيب وبالتالي نعم سأعود إليك دكتور مثنى. سيد علي عزيز أمين، البابا والمرجع علي السيستاني أطلقا نداء سلام كما سمي، ما هي مضامين نداء السلام هذا؟
نعم طبعا بالنسبة هي لنداء السلام اللي نادى به البابا من النجف هذا اليوم اللي احنا شفناه، وشفنا البيان اللي صدر بالفاتيكان انه يشكر الطائفة الشيعية فقط على تعاونها في حماية الأقليات. يعني أصور البيان اللي صدر كان واضح، من الصدر اليوم بالفاتيكان البيان باللغتين العربية والإنجليزي، وراح يترجم لأكثر من لغة. اليوم الرجل الذي يتكلم عن السلام ويزور العراق لينبذ الأمر ويتحدث عن عدم استخدام السلاح، في نفس الوقت وفي نفس القاعة الذي تحدث فيها عن عدم استخدام السلاح يقلد هدية هي مسبحة بابوية إلى أحد زعامات الميليشيات المعروف ريان الكلداني زعيم ميليشيا بابليون، قتلت وسفكت الدماء واغتصبت المنازل في محافظة نينوى والمناطق المجاورة لها. طيب أين كان حضرة البابا من السلام في عام 2003 حين غزا الأمريكان بلدي وآلت إليه الأمور إلى ما آلت إليها الآن؟ أين كانت الفاتيكان من هذا الغزو والاعتداء السافر على العراق؟ هل هم زعامات دينية الآن؟ إحنا أمام زعامات دينية؟ إن كنا أمام زعامات دينية فالدين الإسلامي هو ليس الطائفة الشيعية فقط. نحن الآن نتكلم عن زعامات طوائف أم زعامات دينية؟ طبعاً إحنا متفاجئين من هذه الزيارة، إحنا هذه الزيارة نعتبرها زيارة لإطفاء الشرعية على نظام سياسي يحكم العراق منذ سنة 2003 ولحد الآن قتل ما قتل وهجر ما هجر من الشعب العراقي، وخصوصاً صار التهجير على حساب طائفة مقابل طائفة أخرى. طيب هذا نعتبرها إحنا بهالمجال الزيارة. طيب سأعود إليك سيد علي. دكتور مثنى، هذه نقطة جد هامة، وأنت أشرت إلى أنه اللقاء بين البابا الذي يمثل معظم مسيحي العالم وبين المرجع الشيعي في النجف الذي يمثل معظم شيعة العالم، ولكن وأطلق نداء سلام. إذا كان نداء السلام هذا يعني موجه للجميع، لماذا يقلد أحد قادة الميليشيات المسؤولة عن سفك الدماء هذه الهدية؟ ولماذا لم يلتقي البابا بقادة من السنة أيضا في العراق؟ يعني يجب أن نؤكد على موضوع أساسي، وهو أنه فشلت الزعامات الدينية كلها في تغيير الواقع السياسي. لماذا؟ هذا الفشل في الحقيقة ليس مرده إلى عدم إلى فشل الذاتي لهذه الزعامات الدينية، وإنما إلى عدم وجود أدوات سياسية في أيديهم. الواقع على الأرض العراقية فعله ساسة ولم يفعله رجال الدين، وبالتالي رجال الدين في الحقيقة بقوا عاجزين. أعيدك سيد الكريم إلى حتى الوثيقة التي وقعها البابا مع زعيم الأزهر الشريف، هو لم يحصل نتيجتها أي شيء سوى أنه توسل بها البعض وذهبوا إلى موضوع التطبيع، استغل عليها في موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني. أقول بأنه أعتقد بأنه البابا في هذه الحركة أو في هذا اللقاء مع مرجع دون المراجع الأخرى أو في تقليد شخصية عليها إشكالات كبيرة داخل المجتمع العراقي، يعطيك صورة واضحة على أنه عدم وجود رؤية واضحة أمام الزعامة الدينية للفاتيكان في هذا الموضوع. ولو عدنا إلى هذا، عكسنا هذا الموضوع على الطائفة المسيحية، على أتباع الدين المسيحي، نجد بأنه أكثر من تضرر في الواقع العراقي هم أتباع الدين المسيحي، ولم تفعل لهم الفاتيكان أي شيء. يعني هذا اليوم أنا سمعت كثير من الأخوة المسيحيين يقولون بأنها زيارة البابا هي فرصة أخيرة لنا لكي يساعدنا على الهجرة. تصور ليساعدنا على الهجرة. هنالك مسيحيين اليوم قال أحدهم على أحد القنوات، قال ليأتي البابا لا يذهب إلى ولا يصلي ببقية الأديان وغيرها والطوائف، لكن ليأتي ويعايشنا في هذا المخيم الذي لا يستطيع العيش فيه حتى الحيوانات بهذه الصورة. إذن البابا في الحقيقة لا نستطيع أن نعطيه صلاحية كبرى في تغيير الواقع. البابا زيارته رمزية وهو شخصية رمزية لا أكثر ولا أقل، أنا أرى هذا. ولكن دكتور مثنى، يعني مع ذلك البعض يرى بأنه يعني تخصيص لقاء البابا مع المرجع علي السيستاني هو يمثل بشكل أو بآخر إعادة الهوية العربية
إلى المرجعية الشيعية التي حاولت إيران عبر السنوات الماضية اختطافها وتحويلها إلى قم، وبالتالي إلى أي مدى ربما قد يساهم مثل هذا اللقاء يعني تحلل العراق من التبعية لإيران؟ يعني أنا أعتقد بأنه ما ذكرته سيد الكريم هو رسالة، يعني ما فعله الباب الفاتيكان هو رسالة جيوسياسية في الحقيقة، على أنه وحتى لو ربطنا هذا الفعل اللقاء مع كلامه الواضح والصريح في موضوع الإرادة الخارجية في كفاعل سياسي داخلي في العراق، هذا يعطيك صورة واضحة على أنه الزعيم الديني يمكن أن يتحدث بشيء ما، لكنه يتحدث بحدود لا يستطيع التصريح بها أكثر. لماذا؟ لأنه الواقع السياسي يختلف عن الواقع الديني، هو يركز على قيم المعنوية، لكنه من يجلسون أمامه في الحقيقة هم مجردين من قيم الروحية والمعنوية. هو تحدث معهم بالأمس في القصر، وكان كل الجميع أمامه هم أصحاب ميليشيات وأصحاب سلاح وآفات في الفساد، وتحدث صراحة بهم. هذا ما يستطيع القول، لكنه في الحقيقة على أرض الواقع من هو الفاعل الأساسي؟ هو الفاعل الأساسي الإرادة الخارجية، وهي التي تصنع القرار، سواء تحدث السيستاني أو بالمناسبة هو حتى في زيارته إلى السيستاني، هو السيستاني لا يمثل جميع الشيعة، يعني هنالك من لا يقلده، وحتى هو زعيم الفاتيكان هنالك من المسيحيين من لا يعتبره زعيما له. صحيح. طيب سيد علي عزيز، يعني أنت أشرت إلى أنه هذه الزيارة لا تمثل العراقيين، وأنه قلد أحد قادة الميليشيات، ولكن البابا في حديثه وجه انتقادا إلى هذه الميليشيات ولو بشكل غير مباشر ولمن يقوم بتسليحها، ودعاها إلى عدم التبعية إلى الخارج. ألا يشكل هذا موقفا جيدا يمكن أن يبنى عليه؟ سيدي، إحنا أشخاص وسطاء، حينما نوجه التهمة نوجهها بشكل مباشر، يعني فما بالك ببابا الفاتيكان؟ لماذا بشكل غير مباشر يوجهها؟ يخجل منهم أم يخشاهم؟ يا أخي الموضوع أكبر من هذا كله. اليوم اللي يريد يصير في بلدنا موضوع مؤامرة كبيرة، وإحنا ما نتكلم بموضوع المؤامرة من أنه والله إحنا نمتلك روح نظرية المؤامرة، لا، هذا واقع الحال اللي دا يصير. يعني إحنا نعتبر اليوم البابا من أجل العراق، من البارحة، من يوم أمس لحد اليوم، بمن التقى بممثلين الشعب العراقي؟ هذه ثورة تشرين العظيمة اللي انطلقت قبل سنة ونص في العراق، اللي قدمت 1000 شهيد، هل عرج عليها؟ هل عرج على شهدائها؟ هل دعا إلى أنه يكشفون عن دول القتلة المتظاهرين، واللي هم أساساً كانوا يحيطون بأمثال هادي العامري وفالح الفياض وريان الكلداني وإلى وعادل عبد المهدي؟ عادل عبد المهدي الرجل المجرم الأول بالعراق، خصوصاً يعني بعد ثورة تشرين، ولحد الآن من 2019 1000 شهيد في ثورة تشرين، أين روح التسامح؟ أين روح السلام؟ هل هو مخطط فقط لأن يجر العراق وانتهى الموضوع؟ وهو هذا كان الهدف الظاهر كما يبدو من الغزو الأمريكي من 2003 ولحد الآن. العراق في حينها لم يكن بلد ديني، كان بلد علماني، بلد بدني في حينها. الآن اطمأن وأن العراق صار بلد ديني بامتياز، والعمائم هي اللي تحكم وهي اللي تدير المشهد السياسي بالعراق، ومعظم الأحزاب هي تمتلك الميليشيات، وأنا أعطيك إياها وهذا الشيء سجل علي. ليس من مصلحة الحوزة حل الميليشيات بالعراق، لأن هي التي تحافظ على المذهب، وهي التي تحافظ على رونق وانبثاقة الحوزة. فيا أخي خلينا نكون واقعين، اليوم العراق وصل إلى الفصل الأخير من عمليات التآمر الدولي الكوني الروحي عليه. شكرا لك سيد علي عزيز أمين، الناشط والإعلامي العراقي، كنت معي عبر سكايب من بغداد. دكتور مثنى عبد الله، هذا كلام خطير ما تحدث عنه السيد علي، ومع ذلك الزيارة كما يرى البعض أظهرت استقطابا حادا حتى داخل البيت الشيعي في العراق، وبالتالي السؤال المجمل لكي نختم هذا الملف، ما مدى تأثير هذه الزيارة في العراق على أرض الواقع؟ ليس لها أي تأثير على أرض الواقع، ولن تثبت أي حقائق على أرض الواقع، وهي سوف تستثمر من قبل الطبقة السياسية الموجودة استثماراً
إيجابيا لصالحها باعتبار أنه زار البابا العراق في ظل هذه الطبقة السياسية وأعطى شرعية لهم. هنالك من يتحدث اليوم بأنه أعطى شرعية في هذه الزيارة باعتبار أنه هو الزعيم الروحي لزعامات سياسية كبرى في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أنا أعتقد بأنه هو الرمزية الوحيدة التي يمكن أن نثبتها لهذه الزيارة، أنه لأول مرة في تاريخ العراق أنه يزور البابا أرض العراق. لكنني كنت أتمنى أن عندما يزور أور في محافظة ذيقار، لا أعرف إن كان تحسس دماء المتظاهرين تحت قدميه، ولا أعرف إن كانت شم رائحة البارود التي قتل فيها الأبرياء قتلتهم السلطة، هذه السلطة التي واجهها يوم أمس وهي التي وفرت له الحماية، لكنه من كلهم زعم ميليشيات، وهو في الحقيقة وجه رسالة سلبية إلى معظم الشعب العراقي. ومع ذلك دكتور مثنى، بدأ واضحا امتعاض بعض الأطراف المحسوبة على إيران من هذه الزيارة ومن هذا اللقاء تحديدا بين البابا والسيستاني، لماذا برأيك؟ لأنه هنالك صراع في الحقيقة ما بين الحوزة العلمية الشيعية في النجف وحوزة قم، وحوزة قم لا تريد للحوزة في النجف أن تتقدم عليها، وبالتالي عندما زار والتقى أحد زعماء الشيعة الذين لا يؤمنون بالولاية الفقيه، هذا يعتبر تحيز، يعني نظر إليه بعض في إيران بأنه تحيز ضدهم وميل إلى طرف آخر على حساب طرف آخر. يجب أن نقول بأنه غالبية الطبقة السياسية هي لا تقلد هذا الرجل، وإنما تقلد الولي الفقيه الإيراني، وبالتالي من حقهم من البديهي جدا أن يمتعض هؤلاء ويمتعض أولئك، لأنه في الحقيقة هذا أكل من جرف المرجعية الشيعية في قم التي تحاول السيطرة بكل ما أوتيت على مرجعية النجف والسيطرة عليها، وهذا تاريخيا هي مسيطرة على مرجعية النجف. لكن زيارة البابا ولقائه بمرجعية النجف يؤثر سلبا في الحقيقة على مرجعية قم، وبالتالي إلى أي مدى سيعطيها القوة لاستعادة دورها كمرجعية؟ أنا لا أعتقد بأنه يعطيها قوة، لأنه حتى في قبل عام 2003 حاولت السلطات آنذاك دعم بعض رجال الدين العرب ممن ينتسبون إلى القومية العربية، وحاولت دعمهم لكي يصلوا إلى منصب المرجع الأعلى، لكنهم فشلوا وقتلوا. اغتالتهم إيران لأنه لا تريد أن يصل إلى مرجعية النجف عربي، هذا لأنهم مرجعية النجف في الحقيقة مؤثرة في العالم كله، ولذلك هو تستخدم سياسيا وليس دينيا. أشكرك جزيلا دكتور مثنى عبد الله، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، كنت معي عبر سكايب من لندن.